تاثر بزاف اخويا، حتى الشا خويا كان في الاول كنشوفوا الغبره كاين فهمتيني، كنشوف شحال من حاجه كانت كان الخدمه تما مزيانه، دابا مابقاش مزيانه. خويا عنده دار بالنسبه للناس الصناكات، اما بالنسبه لينا حنا خويا كنسدوا اصلا مع الثمانيه، ما عندناش شي دار فهمتي. كاين الحوانت اللي كيبقاو بحال دابا كيبقاو حتى الليل عندهم دار. كنبيع الجرنا كما كتشوف، داروا لينا الدار بزاف، ولا كلشي كيجمع بكري مع الثمانيه، وانا وليت نجمع بكري، وليت نخاف على راسي، وليت نجمع مع السته. بزاف الناس ولاو كيخافوا بزاف، بحال هادو تما حدايا ولاو تما كيسدوا مع الخمسه، وانا وليت نجمع حتى السته. وكثر المارك تا هو خاصو يدير لينا شي حاجه، قال لينا حتى حنايا شي حل مزيان، حتى حنا ما بقيناش بغينا بحال هكا، ولينا حنا زادين علينا في ديورنا، شكون اللي يجيب لينا المصروف؟ حتى واحد ما يجيب لينا، اللهم حتى حنا نخرجوا نخدموا فهمتوا. دابا المدرسه حتى هي جايه، اللهم حتى حنا نخرجوا، حيت ما تجي المدرسه حنا حتى واحد شكون اللي يصرف علينا؟ والدينا مرض، وليد ديالي حتى هو دابا مرض، انا جايه دابا خدامه في بلاص، كنجي من هنا العطله العطله، ولكن دابا فهمتي هادشي ما بقاش خدام، ولو الناس اللي كيجيو ياخذوا من عندي ما بقاش يجيو، ولا صادين عليهم في ديورهم. كنبيع الاخبار الصباح، الوطن، كثر الوطن والايام والاسبوع، ولو كيخرجوا لينا داكشي ديال الملك، والملك يطلعوا لينا الكتبه ديالو، وكنقراو حتى حنايا داكشي ديالو. وراه بيان سور حال الثوره كتكون انعكاس كثير على الاقتصاد الوطني كامل، ماشي على التجاره، الصناعه، الاقتصاد كامل حيت التمديد راه كيكونوا بعد حال الطوارئ شي اوقات اللي كيكون فيهم الاقتصاد كيزهر وكينعكس في داك في لا ميم طون فهمتي. وحنا هو حال الطوارئ ما جاش دارت غير عبثا، راه كاين مرض هي اللي خلات الدوله دير حال الطوارئ، كون ما كانش المرض ما ديرش حال الطوارئ فهمتي. هو في حد ذاته ان حال الطوارئ في العالم كتنعكس على الاقتصاد الوطني، الاقتصاد ديال الدوله فهمتي. والله يعافي الناس وصافي، هادشي اللي نقول لك. بالنسبه للاصلاحات، الاصلاحات مزيانه، ولكن بالنسبه لشهر الخميس ورجع عليهم بضرر كبير، ان بزاف ديال المحلات اللي هما تسدوا، اللي هما يعني المحلات تسدوا، المحلات كانوا تيساوي واحد الثمن، دابا اليوم صبحوا المحلات تيساوون الربع ديال الثمن اللي كان هذا سميت، سمعتيني؟ صبحوا الربع ديال الثمن ديال يعني اليوم مثلا المحل تيعمل 300 مليون صبح 100 مليون يعني زعما. مثلا شي اصلاحات هي مزيانه، ولكن بالنسبه للتجاره كل شيء مات. بالنسبه للاصلاحات اللي داروا هنا في البرانس وهذه، سمعت ديك اصلاحات مزيانه، هذيك ممتازه. ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه ل وبالنسبه للتجاره، التجاره في هذا الحظر اللي داروا، التجاره راه صافي يعني في طريق الموت، يعني انتهت، يعني ما كاين، ما بقات لا تجاره لا والو. الانسان اليوم تيحل حتى العشيه ما تيبيع ما تيشري العش، في الليل في الليل تيسد يعني تيخلص من جيبو فهمتيني، لمده 6 شهور هذه ولا 7، من مارس الى يومنا هذا الناس راه تتخلص من جيبها، وما كاينش شي دعم، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. ايوا هادشي اللي كاين. اخر معلومه، الله يجيب الفرج، رب الله سبحانه وتعالى يهز هذا الوباء من عنده، والانسان راه تيتصنى في الاوامر وصافي، هادشي اللي كاين. والسلام عليكم.